التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف تي في أم نجوم اف على كيفك يا مساء الفل وحشتوني جدا جدا ودايما عملتها يعني قبل كده كذا مره انه نبقى قريبين من فالنتاين كده فنعمل حلقه عن الفالنتاين وبعدين حسيت انه خلاص بقى يعني موضوع الفالنتاين ده لازم نتخطاه ونروح لحاجه تانية ولازم ننسى الدباديب يعني خلاص موضوع الدباديب ده اكيد بطل واللي هيجيب دبدوب لوحده النهارده لازم يبقى فيه ايروني يعني لازم يكون بيقول بيعمل لها ده عندم فيها عشان هي مش متوقعه خالص اكيد ان في دبدوب هيجي فيقوم هو جايب لها دبدوب يعني هو ده الحاله الوحيده لان الدباديب دي طلعت على يدنا واحنا في ثانويه عامه يعني كانت موضه بدات تشتغل يعني بس الحلقه النهارده مش عن الدباديب ولا عن الفالنتاين، الحلقه النهارده عن كتاب عجبني جدا جدا وعايز ابيع كل اللي فيه لانه كتاب بيرد على اسئله عظيمه بتبدا دايما في القهوه واحنا قاعدين، انتوا عارفين القعده مع القهوه مع النسكافيه او اللاتيه او البانيه بتبقى دايما فيها كده نوع من انواع الايه انتوا عارفين انا لو مسكت الليله كلها ده انا هغير وهعمل واروح واودي واجيب واشتري و... كلنا عايزين نبقى الرؤساء، كلنا عايزين نبقى حكام. كلنا بنتخيل نفسنا المحافظ ورئيس الحي والوزير اللي بيعمل والداخلية ورئيس الجمهورية كمان. وكلنا بنحط شروط وحاجات معينة وبنحط توجهات وكأن الإحساس اللي عندي ده وأنا قاعد على القهوة وكأني عارف كل المعلومات الكافية إن أنا أقول وزي بالظبط اللي بيبقى قاعد بيلعب ماتش مثلاً. حقيقي في الملعب جوه الملعب واحد تاني قاعد في الجمهور وبعدين عمال ايه دوس يا حمار شوط ما انت قدامك ما انت اعمى ويبتدي يرزع فيه جامد قوي وتحس ان انت ايه تعالى كده خد شورت يا معلم وانزل على النجيله وبعدين نتكلم تطلع حاجه تانية خالص وعلى فكره اقدر اقول كده جدا جدا عن الكتابه يعني دايما الناس عندها ازمه جامده مع الكتابه لانه الكتابه هي اكتر حاجه جوه الفيلم ممكن نتكلم فيها يعني احنا ما نقدرش قوي نتكلم في الميوزك لان ميوزك يعني هنقول ايه الدومة ما كانتش عجباني الكريتشاندو مش عجبني مين اللي فاهم في الكلام ده كله ايه موسيقى عجباني شدتني حفظتها ما حفظتهاش وخلصنا خلص الموضوع الاخراج اكبر مما نتخيل شامل كل حاجه الديكورات اولموست الناس بتحس بيها لما تبقى بريليانت الراجل اللي عمل الديكورات ولو ما عملش قوي يعني ما تمام ممكن نتخيل انه حاجه تانية الاضاءه فعلا بتفرق زمان كنت بضحك قوي على المسلسلات القديمه لما تبقى الناس مثلا واقفه مثلا في كهف في حيث عصور مثلا الجاهليه القديمه وتلاقي الاضاءه نيون كده يعني لمبات نيون 90 عارفينها الكبيره دي ومنوره وبعدين منوره الكهف كله او الخيمه كلها والله يا جماعه في فيلم من الافلام القديمه الافلام اللي هي الدينيه القديمه كانوا عاملين المشركين وعايزين بقى يطلعوهم دلع وكده ما يعني بيحاولوا يطلعوهم ان هم كانوا غارقين في المتع فالخيمه جواها اضاءه بتتحرك يعني جواها كده احمر وازرق في الخيمه في المجلس اللي هم قاعدين فيه معرفش ازاي المهم ان في الاخر ايه اللي بيفضل في العالم الفيلم الناس كلها دايما بتتكلم عنه وتقدر تفت فيه جامد جدا الكتاب يقول لك بقى بص بقى الشخصيه وبص ده الكلام ده مش مظبوط والشخصيه دي مش ده لو كان عملها يمين وكان عملها شمال وعلى فكره بقى الكتابه زي الزفت وحشه جدا وبتاع هو بيقدر يتكلم لان كل بني ادم عنده كيبورد يقدر يدخل على الفيسبوك يقوم حاطط الستيتمنت بتاعه او الستيتس بتاعه عشان يقول رايه في الموضوع بس حقيقه الامر يعني لما نفكر كده تعالى امسك اللابتوب واقعد اعمل روايه بقى وبعدين تعالى نتكلم بعد سنتين نشوف كم شعرايه وقعت وكم شعرايه ابيضت وقد إيه أنت بقيت بني آدم تاني خالص مجرد ما كتبت دايما إحنا واحنا مش في مركز القيادة في السواقة في النجيلة في الحكم في مصر في مستقبلنا في حياتنا بنبقى كلنا فلاسفة وناس جامدة جدا وعندنا نوع ومش واخدين حقنا عايز أقول لكم يا جماعة إن ده بيبقى نفس السلوك المصاب ببارانويد سكيز أنا جامد جدا على فكرة أنا جامد ومضطهد وكلهم حاقدين عليا فبيخبطوني لأن أنا جنون عظمة مع اضطهاد بقى وعشان انا جامد فما بيسمعونيش لو هو ما قالش المؤامره دي فهو بيبقى بني ادم عادي قاعد على القهوه عنده احساس انه الناس كلها الموضوع ممكن يتحل كل حاجه ممكن تتحل من اول غزه كده للسياسه بتاعتنا لاقتصادنا كل حاجه ممكن تتحل بس ما ما حدش عايز وهو الوحيد اللي شايف القصه او هو والشله اللي قاعده بتلعب فيفا على القهوه احنا النهارده جايين نتكلم مع راجل قرر يقول كلام مختلف وعمل تجربه من اروع التجارب اللي شفتها وكتاب شدني شده غير طبيعيه لسه مخلصه وقررت اعمل لكم حلقه عنه يا رب اتمنى تعجبكم الكتاب اسمه سر راس المال ما تهربوش بس الموضوع مش عشان راس مال هنتكلم في الاقتصاد وفي البتاع بالعكس هنتكلم في سلوكنا احنا كبني ادمين وطريقه التعامل ما بينا وبين بعض والراجل بصراحه قايل حاجات مهمه جدا وهتعرفوا معلومات مهمه جدا في الحلقه دي يلا بينا انتوا لسه مع انتوا لسه مع التوليفه مع احمد مراد برعايه ايريد على نجوم FM ونجوم افام تي في. لفتره كبيره جدا كنت فاكر ان كلمه راس المال راس المال هي راس مالك كام يعني معاك كام فلوس وفضلت هذه الفكره دايما راسخه جدا وانا يعني تمام معاه راس مال قد ايه فلوس عشان بتاع لغايه ما قابلت هذا الكتاب الرائع، كتاب اسمه سر رأس المال، والكتاب ده بتاع رجل مهم جدًا يا جماعة من من الناس الاقتصاديين اللي, اللي حفروا في تاريخ الشعوب وتاريخ الدول حاجات كبيرة أوي، هنعرف كمان شوية تاريخه عامل إزاي، الراجل ده اسمه هرنان هرناندو دي سوتو، والراجل ده يا جماعة لاتيني كده، ودماغه في الاقتصاد بصراحة هرناندو دي سوتو هو من بيرو، وأستاذ اقتصاد عمل اعمال حول الاقتصاد بشكل غير رسمي والأول الاول بعد كده درس بشكل قوي جدا جدا ودخل في فكره الاقتصاد وحقوق الملكيه والاعمال التجاريه بطريقه رهيبه وهو حاليا الرئيس الحالي لمعهد الحريه والديمقراطيه ومؤسس فكريه يعني مؤسس لفكره مكرسه لتعزيز التنميه الاقتصاديه في البلدان الناميه وعامل مثل في كتابه ده عن مصر يعني هو عامل مصر أحد البلدان النامية اللي قاعد حط عليها تركيز قوي جدا وقرر إن هو يعمل حاجة أهم من كل حاجة، قرر إنه ينزل يزور مصر ويقعد فيها فترة ويذاكرها بشكل كويس ويعرف يقول عنها تحليل كامل عشان يفهم سؤال مهم جدا من خلال مصر ودول تانية مش بس مصر يعني بس السؤال اللي دايما يراودنا في بالنا وده كان دايما بيجي في بالي بشكل غريب قوي بقول لك يا معلم احنا عايزين نطور التعليم التعليم ده هو اساس اللعبه كلها بشكل كبير طب وإحنا ليه ما بنطورش التعليم وليه التعليم عطلان كده في مشكله عندنا فيه وهكذا فيطلع حد يقول لك ايه يا معلم نسافر اليابان ننحت كده منهج ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي وسته ابتدائي ونقوم واخدين ده مترجمينه جوجل ترانسليت ضاربينه بالعربي حاطينه للعيال نتعلم طريقه التدريس عامله ازاي وننحت يا معلم القصه ولا مكلفه ولا فلوس ولا اي بتاع ده نفس الراجل اللي قاعد على القهوه اللي اتكلمنا عليه في اللينك الاولاني اللي هو حاسس ان العمليه بتتم عبر تصوير مستندات بس انتم مش واخدين بالكم ولكنكم تحبون الكفار يعني, يعني في حاجه مش مظبوطه في القصه وهو الوحيد اللي شايفها هرناندو دي سوتو جه قال كلام تاني خالص بقى قال انه السؤال الاكبر هو ليه لما النهارده امريكا نجحت هذا النجاح في الاستيلاء والسيطره والهيمنه على العالم ليه بقيه الدول ما قدرتش تعمل ده خاصه انه يعني بصراحه الموضوع ما بقاش فرق قوي يعني انا لما رحت نيويورك ايه يعني بس التايم سكوير جامد عندهم بس والله ما فيش زباله في الشارع وفي حاجات وبتاع نفس الماركات موجوده باشا نفس البرجر نفس الهدوم نفس البتاع الماركه اللي هنا اللي في المول بتاعنا هو الماركه اللي موجوده هناك ايه الفرق على فكره فرق الدولار يعني يعني شويه عربيات جديده نازله ايه الفرق على فكره يعني انا مش فاهم برضو هو احنا ليه مش امريكا يعني وليه ما بنمشيش على الكراسه فن فننحت فنقلد فنمشي، اصلا السؤال ده في حد ذاته معجزه لانه ما حدش عارف هو ليه ما حدش جرب يعمل ده. وهل انا النهارده لو فتحت براندات وظبطت الدنيا ودخلت مول جامد النظيف والارض رخام ومشيت الدنيا بالكاميرات المراقبه وجبت احدث موبايل نازل امبارح اللي هو نازل في امريكا في نفس اليوم، هل انا كده بقيت امريكا؟ يعني وليه ما بقاش امريكا عادي؟ لوني مختلف ولا ايه المشكله؟ هو ده محور كتاب رأس المال، وعشان نقول النهارده السؤال اللي أنا سألته في الأول، ما هو رأس المال؟ اعرفوا إن رأس المال بداية كده مش لازم خالص يكون فلوس، بل بالعكس هو بيقول حاجة مهمة أوي، بيقول إنه رأس المال الحقيقي دوره على كلمة رأس، الرأس هنا مرتبطة بالماشية. كبار الناس اللي كانوا في زمان بيشتغلوا أول حاجة امتلكوها الجاموسة والبقرة والماعز والخروف، عشان هو ده، ده معناه إن أنا رجل عندي مزرعة، رجل أنا أو أنا راعي فانا ماشي في الراعي بتاعي ومعايا الكلب بتاعي بيحفظ الحاجات كلها اللي ماشيه بالليه بالفروه وانا دول يمثلوا بالنسبه لي كل واحد في الكاتل ده في القطيع ده يمثل احد انواع الاقتصاد اللي ماشي على رجلين مش فلوس هو مكنه ضخ فلوس يعني بطلع منه اللبن بجز الفروه بحلقها بطلع هدوم اخد القرون بعد كده لما تطلع اعمل منها منتجات زي حاجات تتحط على المكتب اكل اللحمه بتاعته اطلع منه دهون سمنه اعمل اذا هو عباره عن ماشين متنقله وقبل ما اقتله كمان او كمان اذبحه يعني او كمان مخليه يخلف لي اثنين ثلاثه اربعه عشان يولد تاني هذا هو راس المال فكره انه بتتحسب بالراس انا هاخد على الراس كام يا باشا هو ده الراس هو ده راس المال اذا هو راس المال لا يعني ابدا الفلوس الحاجه الثانيه ان يعني في بني ادم بيبقى ساكن على بحيره والبحيره دي عباره عن ميه وسمك ومنظر طبيعي فهو بيقول لك انا هعمل ايه انا هجيب شبكه واصطاد السمك ده وابيعه فيفضل لغايه ما بقى عنده 75 سنه حاطط البتاع بتاع الشوايه وحاطط السمكتين وبيبيع الموضوع ولو جاله وباء في السمك ولا حصل اي مشكله ولا اي سمكايه تحولت لحاجه فباظت الدنيا كالت كل السمك اللي موجود الراجل ده عطل وبقت البحيره العيال بتلعب فيها بالفانيلا وكده يعني فبيقول لك ده راجل الراجل التاني جه قرر ان هو يستثمر فلوسه ويشتري توربين ويبتدي ياخد البحيره والمصب بتاعها كده اللي جاي على البحيره ويركب هذا التوربين ويولد كهرباء من هذه البحيره تصرف ان هو يجيب سمك ويجيب ناس ويجيب سياحه ويجيب حاجات كتير قوي هو ده الفرق الكبير اللي ما بين فكره راس المال والبني ادم اللي بيبص على الفلوس البني ادم بيقول لك الطبقه الوسطى او الطبقه الدنيا من المجتمع لا تنتمي لفكره معاك كام يعني ممكن يبقى بني ادم النهارده بسيط فقير او مستوى متوسط مدرس بسيط حد زينا كده ما فيش اي حاجه وهذا الشخص يبقى عنده عقليه بتاعه العالم الاول لان هو عارف يعمل استثمار لحياته ويستخدم الاشياء اللي معاه كراس مال مش فلوس عشان كده دايما الطبقه الوسطى او ما يقبض فلوس يقوم جاب عربيه جديده يقبض فلوسه النازل جايب الفستان وجايبه البتاع وشاريه الميك اب هو بي... اللي بياخده بيستهلكوه فيرسز واحد بياخده يستهلك 10% 20% منه ويشيل الباقي عشان يعرف يحطه جوه مشروع، في واحد يحطه جوه البنك هيسوق عايز حد تاني يشتغل له يديله ريع كده فتافيت او ان انا هاخد ده واجاذب في مشروع استثماري اقدر اطلع بيه حاجه، اذا الفلوس هي وسيله اقدر احرك بيها استثماري، انا بقى اللعبه كلها ما هي راس المال؟ ما هو راس المال الحقيقي فعلا راس المال الحقيقي هنعرفه كمان شويه صغيرين مع هرناندو دي سوتو في امتع الكتب الاقتصاديه اللي قريتها من فتره كبيره يلا بينا انتوا لسه مع أنتو لسه مع ما التوليفه ما مع احمد مراد برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في بنتكلم النهارده عن كتاب سر رأس المال لهرناندو دي سوتو ده كاتب مهم جدا وانا بحكي لكم انه قلنا ان رأس المال لا يعني ابدا الفلوس. أسس رأس المال طبعا عشان بس نبقى فاهمين طبعا العالم هو منقسم كان لدينين مهمين اقتصاديين يعني الاولاني هو طبعا كان رأس المال والتاني هو الشيوعيه مش الاولاني في الترتيب انا بتكلم على الاول والتاني يعني. وفي الاخر سقط نظام الشيوعيه بشكل كبير بعد سنين لان هو ببساطه شديده كان مليان بالمشاكل الاولى هي عدم القدره على خلق منافسه اصلا وعدم وجود منافسه ده معناه ان احنا كلنا زي بعض فبنقبض نفس القبض فانا هعمل ليه ما انا كده كده باجي بجيب سندوتشين فول واقعد وانبسط وبعدين حضرتك تقعد تشق او تكتب على الوورد ويطلع عينك لغايه الساعه خمسة عشان تمشي وانا في نفس الوقت جيت وكلت الفول وخدت انا وانت نفس المرتب بالظبط على فكره فانا هتعب ليه او اطور ليه وانا كمان بصراحه انا عايز اقلدك فالموضوع حصل فيه كولابس طبعا ده بشكل ساذج اللي انا بقوله هو مش بس كده يعني بس اقصد هو في الاخر كان في سباق تسليح قوي جدا من امريكا مثلا ما قدرتش توقفوا ابدا روسيا او انها تتخاذل او تطنش ففضلت تدفع 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 لغايه ما تصب بتاعها النهارده برضو احد الاسباب ساعة نقول ان الرأسمالية هي تقديس الملكيه الفكريه الملكيه الفرديه يعني قدره البني ادم على انه يحترم الفرد بمؤسسته اللي هيعملها والشركه ان هي تطلع تبقى ليها كيان ليها ورقها تطلع تكبر تتحول لشركه في البورصه تبقى ليها اسهم تتضخم جدا من الكفر دي عكس النظام الرأسمالي عكس النظام الشيوعي او النظام الاشتراكي اللي موجود والفرق ما بين الاشتراكية هو ان هي بتبدأ بنظام اقتصادي ولكن لما تبقى شيوعية تشيع في كل انواع مناحي المجتمع فتتحول حاجة اكبر فكرة اكبر وفلسفية اكبر من فكرة الاقتصاد بس اختصارا كده رأس المال النهاردة بيقدس ان كل بني ادم يبقى عنده المحل بتاعه يبقى عنده المزاين بتاعه يبقى عنده المول بتاعه، يبقى عنده الشركه الضخمه المالتي ناشونال بتاعته، بتحترم ده. المنافسه موجوده، نظام حريه الاسعار واطلاق هذه الحريه وفق المتطلبات العرض والطلب، يعني اللعبه كلها عرض وطلب ويلا بينا نقطع في بعض. الراسماليه في حاجه اسمها الراسماليه التجاريه، دي اللي بدات النهارده بانه انا النهارده راجل عندي مثلا قطيع فانا ماشي بيه فانا ببيع من القطيع ده لحمه او ببيع فروه او ببيع حاجات فانا ماشي براس المال بتاعي لغايه ما بدا النهارده يحصل انه في الشكل المقارن او اللي هو نقدر نحطه الناحيه الثانيه من من فكره القطعان هي فكره الاقطاع ان انا بقى راجل عندي مزارع كبيره جدا وعندي مشغل ناس عندي يا إيه اما انا راعي يا إيه اما انا راجل قاعد جوه هذه الفيلا معنى صح يا إيه اما انا عندي زراعات فانا بزرع فانا مستقر فانا جنب النيل جنب الترعه جنب الحاجه يا إيه اما انا راجل بتحول في بتجول في المناطق الشاسعه. في القرن السادس عشر اوكي حصل ايه النهارده؟ انه الاقطاع بدا يتراجع والتجاره بدات تقوم، بدا يحصل فكره النهارده التجاره بدات تكبر، بدا يبقى في مواني شويه اكتر، بدا يبقى في سفن منتشره اكتر، بدات القارات طبعا بدات امريكا بدات تسيطر في التجاره، الهند والتوابل بتاع فالتجاره بدات تركب فهنا بدا يبقى في راس مال تجاري قايم على فكره ان انا تاجر شغال التاجر هو الزبون او المستهلك يعني بعد كده بقى في حاجه اسمها الرأس المال الصناعي وده ظهر يا جماعه في 1770 مع لما جيمس وات اخترع الاله البخاريه فبدا والمغزل طبعا اللي هو بيعمل الغزل والنسيج ادى لقيام ثوره صناعيه في انجلترا وبالذات في اوروبا طبعا في القرن 19 تضخمت لغايه القرن 19 كانت وصلت لمرحله رهيبه وعشان الحبايب اللي بيتلخبطوا ما بين يعني ايه 19 ده اللي هو كام يا باشا اول ما تسمع 19 نقص رقم 19 يعني 1800 ال 17 يعني 1600 عشان بس ايه نريح دماغنا يعني ايه. وهذه راس ماليه الصناعيه اخ سنه دي بالمره عشان ما ننساش والنبي برضو في الاخر يقول لك رجل في العقد الرابع يعني عنده كام سنه 40 سنه غلط تماما في العقد الرابع ده العقد ده الثلاثينات لان احنا بننسى دايما المسافه ما بين 1 ل 10 ادي العقد الاول بننسى ما بين ال 10 ل 20 المراهقه بننساها لان احنا اصلا بنبقى مراهقين فما بنركزش بنحسب 20 30 40 يبقى 4 لا يا باشا 10 20 دي حاجه لكن في 1 10 وفي 10 20 في 2 هنا في المنطقه دي نرجع تاني راس المالية الصناعيه دي بدات لما بدا النهارده الالات تشتغل فبدا يبقى فيه مصانع فهنا بدا يبقى فيه راس مال قائم على فكره الاله والانسان اللي بيشغلها العامل والاله وبعدين رحنا لحاجه اسمها نظام الكارتل كارتيل ده اتفاق شركات كبيرة مالتي ناشونال على اقتسام السوق الراجل ده دي شركة الهند الانجليزية اللي هي محتكرة الشاي بتاع الهند كله دي شركة كذا اللي ماسكة مثلا المية المعدنية والتكرير البترول والمش عارف ايه اذا اصبحت تتحول الى كيانات اضخم بعدين ظهر حاجة اسمها نظام التراست وده شركة من الشركات المتنافسة تقدر يبقى عندها قدرة انتاج اقوى والتحكم في السوق بتاعها كبير جدا عبر فكره التراست او فكره الثقه يعني شركه تهيمن على حاجات اكبر بكتير ويبقى عندها قدره على انها تحرك الاسواق بشكل اكبر وطبعا في راس المال الماليه اللي هي فكره ان انا بحفظ الاموال في البنك عندي راس مال هو ده بقى اضعف حاجه في الموضوع وده اللي احنا فاكرينه كله راس المال ان انا معايا فلوس احطها في حاجه في الاقتصاد احرك نظام معين في الطبقه الاجتماعيه بتاعتي اطلع من طبقه لطبقه عبر الفلوس دي احط وديعه بتاع وده اضعف نوع الراسماليه التنافسيه طبعا فيها ماديه شديده وبتحول بني ادم بشكل ما الى ترس كبير بتهرس الانسان برضه فيها مشكله كبيره وبتخلق نوع من انواع السياده والقوه للفلوس وبتخلق برضه ازمه لاي حد النهارده لا يمتلك قدره على التنافس بيبقى يتم استبعاده من الطريق الرئيسي ويقف على هوامش الطريق ويتحول الى عم الحاج، فعشان ده ما يحصلش لازم نبقى في حاله من البحث عن التنافس الشديد وخلق مشروعات وما بعد المعاش وما بعد الوظيفه وان انا اعمل 13 حاجه بعض عشان ابقى انسان عندي مرحله انتاج احتكاري ومرحله راس ماليه تنافسيه قويه جدا ناحيه اللي انا بعمله، احتكاري بمعنى ان انا يبقى عندي القدره ان انا احتكر حته والعب فيها واطلع منها بترول. المذهب طبعا الطبيعي في الحياه هو بيقول ان الحياه الاقتصاديه اصلا لوحدها راس ماليه بدا من زمان او من ايام الكهوف كده هي اصلا يا جماعه راس ماليه في اللعبه كلها نظام طبيعي ماشي من خلال ان انا عندي قاعد جنب شجره معينه بتنزل البرتقال ده فانا هاخد البرتقال ده وابتدي ابيعه وبعدين استزرع الشجره وبعدين اكبرها هي كانت مبنيه كده هذه الحياه وان الحريه الاقتصاديه كانت موجوده من زمان جدا جدا وده طبعا كان ليها مبدا اللي هي يعمل دعه يمر يعني فكره النهارده ان انت مينا معينه او فكره انك قادر تتخيل الناس كلها قادره تمر وتعبر وتاخد انت فلوسك وكله يستفيد ده هي اللعبه كلها والحريه الواسعه اللي موجوده، انخفاض الاجور، شده الطلب على الايدي العامله، دفع الاسره لان يعمل كل افرادها ده من معايب او مشاكل الراسماليه وده عمل تفكك لان اصبح النهارده الاب بينزل مش كافي فنزل الام فمش كافي في العيال الصغيره قبل الدراسه ما تخلص تنزل تشتغل فاحنا ما بنتقابلش ما بنتغداش ما بنقعدش ما حاله فرق كامل بنوصل لغايه البيت بالليل عايزين نموت مش ننام من كتر الهلك اللي موجود وده طبعا في الاخر بيؤدي الى نتائج خاصه بالاخلاق بتاعه الاسره او تماسك الاسره بشكل صعب جدا والحريه الفرديه طبعا بتخلي بني ادم يختار اللي هو عايزه من عمل عكس الاشتراكيه اللي بتخلي يخضع الى حاجه معينه في تقسيم فوقي معين من الحكم والحرية التجارية العالية طبعا بتدي فلوس أكتر وبتخلينا نبتكر أكتر والنهاردة الضرورية جدا إن إحنا نعرف إن الدفع لكل الإنتاج والقوة دي إن أنا أعمل حاجة لنفسي بتديني كرامة وإحساس بالتميز مختلف تماما عن إن أنا أكون شخص ماشي جوه آلة أو ترس معين ملوش أي لازمة الاقتصادي ده النهارده من بيرو هرناندو دي سوتو ده الراجل ده اللي طبعا اترشح في يوم من الايام لانه يبقى رئيس جمهوريه ولكنه خد المركز الرابع لانه مش لازم يبقى سياسي قائد يعني ناجح في الجيوش والبلد ولكنه كان عنده قدره قويه جدا على قراءه الاقتصاد وفي الراجل الراجل ده النهارده من الناس بيهتموا جدا برايه وخدوا برايه بالفعل بيل كلينتون فلاديمير بوتين ايمانويل ماكرون رونالد ريغان مارجريت تاتشر يعني الراجل ده يا جماعه لعب مع اكتر اساطين الناس الجامده يعني كل الراجل الناس الدول اللي استدعت هذا الرجل وانا اعتقد ان احنا استدعيناه من وجهه نظري اكيد يعني ده اللي هكشفه لكم في اخر الحلقه اعتقد انه انه ان هو احنا ماشيين على الخطه اللي هو بيلعب بيها وماشيين على المشكله تعالوا بقى مزمزوا كده قوي وانبسطوا وهاتوا شاي بلبن لان احنا هنسمع في اللينك الجاي مشكله كبيره جدا احنا عايشين جواها ولا نعلم قد ايه هي مؤثره ومش عارفين قد ايه الخرم ده مبوظ لنا كل اللي احنا بنحاول نعمله طول الوقت تعالوا نقرا المشكله فينا عشان لما نقعد على القهوه نفتي نبقى بنفتي صح يلا التوليفه مع احمد مراد برعايه اي ريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في بنتكلم النهارده على التجربه بتاعه هرناندو دي سوتو والتجربه فريده لانه عشان السطر ده اللي انا خلاني يشدني في الكتابه وده اللي خلاني اعمل لكم الحلقه. قال ان خلال السنوات الخمس الماضية اغلقت انا ومئة من الزملاء من ستة بلدان مختلفة كتبنا وفتحنا اعيننا وخرجنا الى الشوارع والارياف في اربع قارات لنحسب قدر ما ادخرته افقر قطاعات المجتمع عايز يفهم الفقر جاي منين مشكلة جاي منين وكانت المقادير هائلة ولكن معظمها كان رأس مالا ميتا غير منتج يعني شايفين الماس شايفين ذهب موجود بس الناس مش عارفه تستغله هو دي الازمه على فكره ان احنا مش يقول لك كده ايه انت عامل منتج مش عارف تسوقه انت عامل منتج بس ما بيعملش بومينج على فكره ما بينه وما بين الامريكاني المنتج بتاعنا احسن انضف انضف والاكل لذيذ هو ليه ما بيتباعش؟ وليه ليه ما بيشتغلش؟ عارفين السؤال ده؟ هو عم بيقول ان في خمس اسرار موجودين، السر الاول هي سر المعلومات الغائبه وهو عشان كده نزل الارياف وحته الفقراء عشان يقدر يوصلها وقال النهارده ان السر الثاني هو وحجر الزاويه الاساسي هو راس المال نفسه. ازاي النهارده ان راس المال الدجاجه التي تبيض البيضات الذهبيه اللي كان نفس مصطلح اللي قاله ادم سميث ان ده برده ما حدش قادر يمسكه فكره راس المال نفسه وارتباطه غلط بالنقود هو مش مرتبط معاك فلوس كام ممكن ما يبقاش معاك فلوس بس عندك راس مال ما عندكش فلوس بس عندك شقه عندك مصنع عندك ثوابت عندك ملكيات معينه تقدر تؤدي بيك الى حاجه سر الوعي السياسي تحتيها 36 خط الوعي السياسي في العالم في الكنافة يعني انت ما عندكش ديمقراطية الوعي السياسي كلنا جايين من خلفيات مختلفة كلنا بنهري بمدارس مختلفة وبنكفر بعض ما فيش حد عنده وعي سياسي كامل الموضوع الشفافية ان احنا نبقى فاهمين اللي بيحصل قدامنا مهمة ولكن الاهم ان احنا نقرأ اكتر لان ده دا علم دايما هفضل اقول ان السياسة علم وليه ناس ما ينفعش ان احنا فجأة كده نقوم داخلين فاتين بالظبط يعني داخل كده تضارب رجلك غرفة العمليات في المستشفى مس باشا ايه اللي انت فاتحه ده يا باشا احنا بنعمل قلب مفتوح واخرج بره حيوان عشان انت داخل بالشبشب واحنا اصلا معقمين الاوضه استنى, استنى استنى بس هات القلب كده سنه على فكره بقى الشريان ده ما يمشيش كده يا باشا انا واخد الموضوع ده شفته في ناشونال جيوغرافيك والشريان ده ما بيمشيش كده يا باشا انا هات الشريان ده على اليمين وهات الجلط على الشمال هتلاقي القلب على طول بقى 100 اه 100 ده مش هينفع لان انت داخل على تخصص معين كذلك السياسه قال النهارده كمان ان في دروس غائبه في التاريخ الامريكي احنا ما نعرفش عنها حاجه بمعنى انه النهارده من الاسكا لطوكيو في النهارده حاجات حصلت في البلدان دي من 200 سنه لم تنتقل هذه الخبره خالص الى المجتمعات الحديثه، بمعنى انه هم مروا بتجربه صعبه قدروا يظبطوها ويؤلفوها وصلتهم الى النتيجه اللي هم فيها النهارده. احنا بناخد النتيجه اللي هم فيها النهارده. يعني يلا نجيب البراندات بتاعتهم، يلا نلبس زيهم، يلا نسمع موسيقاهم، يلا نعمل افلام شبههم، يلا نعمل حاجات مالهاش اي 30 لازمه، ليه السينما بتاعتنا ما بتطلعش بره؟ في كوتا في امريكا ما بيعتبروش قوي للعرب ولا لاي جنسيه تانية عشان كده مش هتلاقوا انفيجن كامل لاي فيلم ما بيوصلش هناك في كوتا اه بس في نفس الوقت احنا برضو في طريقه مش عارفين نلعبها في حاجه ما بتوصلناش للناس دي فوق واخر حاجه قالها ان في اخفاق قانوني يعني فكره النهارده ان في قانون موجود موجود احنا من اكتر الدول في العالم اللي عندها قانون بس اللي مش موجود هو تطبيق القانون علينا وعلى نفسنا والاحترام بتاعه ده اللي احنا دايما بنخلي بيه دول خمس اسرار من اسرار الراسماليه اللي اللي مخليه بعض الشعوب غايبه تحت نازله تحت خالص طيب اول حاجه بيقولها انه سر معلومات الغايبه بيقول لك النهارده ان في سنه 1950 بلدان العالم الثالث مجتمعات زراعيه منظمة معظم الناس بيشتغلوا في الأراضي اللي بيملكوها أراضي صغيرة ويشتغلوا في مواني ويشتغلوا في حاجات بسيطة خالص وبعدين في سنة 50 بدأ العالم الثالث ثوره اقتصاديه كامله و50 ده احنا بعد الحرب العالميه الثانيه على طول الماكينات بدات تقلل الطلب على الريف لان انا بعمل المنتج ومحتاج مكن فالريف بدا النهارده يحس بازمه ليه؟ لانه المدينه بدات تتوهج بشكل كبير وده حصل على فكره في دول كتير قوي مش عندنا بس في مصر خاصه الدول اللي كان فيها حروب بالمناسبه فاللي حصل ايه النهارده انه انا جيت فلاح بسيط عندي ارض بشتغل ببيع جه حد تاني راح عامل مصنع كبير بدا يلم مننا الحاجات وياخدها هو يصنعها ويعملها وبدا يبخس بالاتمان دي وبدا النهارده الناس اللي شغاله في المصنع مش مهندس ده بياخد اكتر مني بكتير انا راجل فلاح بشقى او بعمل وبتاع وببيع الطماطم وحضرتك باش مهندس في المصنع بتاخد اكتر من في كتير انا عايز اطلع ابني ايه عايز اطلعه مهندس عايز اطلعه دكتور عايز اطلعه ظابط, عايز اطلعه عامل في مصنع مش عايز اطلعه فلاح ابدا فبدات تحصل لحظه هجره من الريف الى المدينه اللعبة أكبر مما تتخيلوا يعني لو أنا النهاردة هفكر كده إحنا كنا كام وبقينا كام في المدينة بتاعتنا هستجدوا الرقم يعور يعني إحنا بنوصل لمرحلة إنه في تضخم كامل جاي من كل القطاعات بتاعت الريف عشان توصل إنها تملأ أنا هدي مثل بالقاهرة مثلا إن فجأة فيه هجوم كامل على القاهرة ده يا جماعة ده لو فيه هجوم على بيتنا بخمس سبعة انفار وما فيش غدا إحنا بنهنج تخيلوا هجوم كامل مش هجوم يا جماعة أنا آسف عفوا مش بقول هجوم من الناس عندهم مشكلة أنا بتكلم على هجوم بني آدم برجماتيك بيفكر بعملية عايز يبقى مستوى الاجتماعي أعلى فبيكتشف أنه الاتصال بالمدينة المنظمة اللي ليها مصانع وليها إدارات حكومية فيها شغل أكتر والنهاردة إيفن الشحات اللي بيشحت في منطقة في في اي حته في الارياف بسيطه لو نزل النهارده وقف في التجمع الخامس هيلم اكتر مني ومن كل الناس اللي موجوده في نجوم الفهم ليه لان هو بيشحت في مكان صح اذا هي حتى الشحات يا جماعه بتفرق يعني فاهمين حاجه الشحات بيقف جنب الازاز يخبط ده في ناس بتدي 200 جنيه و500 جنيه وتبقى يروح مبسوط عكس الراجل بيلم 3 جنيه و5 جنيه وشيلين وجنيه وحاجات كده يعني ما فيش أنا بهزر يعني اقصد انه بيقول هنا ان النهارده الهجره الرهيبه اللي حصلت دي هي من اصعب الحاجات اللي واجهتها المدن ليه لان اولا مفيش اماكن للناس دي في الشغل ما قانون طب خليهم قاعدين بره يبتدوا يصنعوا تصنيع بتاعهم بتاع, بتاع بره يعني انا جاي قاعد في القاهره ماجر حاجه كده قاعد فيها وبتاع مش قانوني قوي مش واخد تصريح فشغال كده تحت السلم او انا عندي حاجه على اطراف القاهره كده بصنع حاجه وببيعها جوه القاهره مفيش اي حاجه داخله في المعلومه يعني يعني انا ما حدش شاف عني حاجه انا لا بدفع ضرائب ويمكن سارق سلكه الكهرباء وما بسددش حاجه ما بدفعش معاشات اللي عندي ولا منتزم قانون توظيف ولا بعمل اي نيله في اي حاجه بس انا بعمل منتج بيتباع جوه والمنتج ده عشان يختار جوه لازم ارخصه فيقوم منافس المنتج اللي جوه ما هو في مصنع شغال وفي عيال بتعمل غزل بنات بره مثلا بتعمل اي منتج بره اللي انا بشتريه في الشارع ده ارخص اكيد من اللي جوه بكتير طب انا ايه اللي يخليني اقدر انافسه اقدر انافسه لما يكون 20 شخص جايين من الارياف او من من اي بلاد اخرى عشان يقربوا من القاهره بدي مثلاً يا جماعه عشان يقربوا من القاهره فانا اقدر اقف قدام ده لكن الخط يبقى فيه مشكله كبيره جدا ما بتقريش لما يبقى فيه ملايين جايين يملوا مدينه تتحمل 6 7 مليون نبقى فجاه 30 مليون جوه مدينه ولا حاجه 20 مليون فاهمين حاجه فالتنافس هيبقى مرعب الازمه هنا ان هو بيقول هرناندو دي سوتو ان الاقتصاد يبتدي يحصل له خلل قوي جدا متمثل في ايه انه الناس اللي جايه لا تخضع للقانون لا تدفع ضرائب انا ما اعرفش عنهم معلومات ودي هنعرفها كمان شويه انها من اصعب الحاجات اللي موجوده الناس دي بيتم التعامل معاها من اصحاب المصانع بيأجروهم يشتغلوا من الباطن بيدخلوا يتوغلوا ما بياخدوش شرعيه المدينه عايزه ترفضهم بس في نفس الوقت هم اقتصاديا بيلموا فلوس الكابيتال الفلوس راس المال بيبتدي يتجه للناس دي واحنا كدوله ما بنعرفش عنهم حاجه خالص اقتصاد موازي زي بالظبط لما تنزلوا كده في وسط البلد مثلا في وقت من الاوقات الحمد لله الموضوع ده تقريبا بينتهي يعني وتلاقوا النهارده المحلات موجوده وناس عندها محلات بتدفع ايجارات وبتدفع نور وبتقفل الساعه 11 وبتاع وشويه شباب واقفين بره جايين من اي مكان يا جماعه حاطين البرافانات وحاطين الحوامل ومعلقين عليها كميه هدوم شبه الهدوم اللي في المحلات بالظبط واقفين مبلطجين جدا ويلا يا باشا وبتاع ب 50 جنيه البتاع وبيبيع ويشتغل وملم من الكلام ده كله حاطه في عربيه سوزوكي مروح بيته عادي خالص ولا اشتغل بنور الشارع اللي موجود يمكن اشترى كيس عشان المطر الواد اللي واقف معاه اداله 50 200 جنيه اللي بياخدهم في اليوم باع الحاجات ما دفعش ضرايب ما سجلتلوش اي حاجه مفيش فاتوره الكترونيه احنا في الكنافه سحب من كمان ايه من المحلات اللي موجوده في وسط البلد فهمتوا احنا عاملين ازاي هو بيقول ان هجره الريف الرهيبه اللي حصلت دي عملت خلل كامل في 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 المدينه والازمه الاكبر ان بقى في مقاومه من المدينه فبقوا بيقفلوا عليهم اكتر فبقت حيالهم اكبر ان هم يتوغلوا جوه المدينه وهنا اصبح النهارده في انقطاع بل بالعكس اصبح ليهم قانونهم الخاص ومش محتاجيني كمدينه في حاجه. انا ليه هنزل تحت النظام الضريبي وادفع قيمه مضافه وادفع 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 مالي يا عم ومال الكلام ده؟ انا فلوس يا باشا في الزكيبه في منتجين سينما كده معروفون عنهم يقول لك انا هحول لك الفلوس بتاعتك لما تسدد او تعمل شغل الفيلم بتاعك لممثل مثلا وفي واحد بيبقى بيقول لك شايل شكارة الفلوس تحت المكتب هعربن الاستاذه فاهمين حاجه في ده وفي ده في لعبه هنا وفي لعبه تانية خالص في ناس فلوسها مكرمشه محطوطه في زكايب قويه جدا ومليانه بالفلوس وفي ناس عندها راس مال كامل موجود في البنوك احنا عارفين ده رايح منين جاي منين وده لا يعني ابدا سيطره بل يعني ان احنا شايفين الصوره كامله خدوا نفس وتعالوا لي تاني انتوا لسه مع أنتو التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في بنتكلم <applause> النهارده على كتاب سر راس المال لهرناندو يعني دي سوتو بنحاول نفهم واحنا احنا بلدنا الدنيا فيها ليه كانت مشكله كبيره عشان نقدر نتحرك اقتصاديا ونبقى دوله سريعه الحركه يعني <applause> بقول النهارده انه طبعا انا اشتريت حته ارض وبنيت عليها وخدت تصريح وعشت فيها اربعة ادوار انا تمام في واحد تاني خد حته ارض كده محدش واخد باله منها حط ايده عليها بيشتغل بالليل بس راح طرح الارض دي كلها معليها واربع ادوار وبعدين سكت شويه طوب احمر وراح معلي ثلاث ادوار خد غرامه راح معلي ثلاث فاهمين حاجه بغض النظر انا لو ما وقعتش يعني هي في الاخر عماره اتبنت بعيدا عن اي كنترول من الحكومات. او السيطره ودفع الغرامه لا يعني شيء، في امريكا لما حصل الهجره الكبيره جدا ما بين انجلترا عشان تروح تحتل هذه الارض الجديده وتشتغل، عملوا سيستم واول حاجه في السيستم ان هم يبقوا عارفين بالظبط حدود الملكيه واحترامها ودفع ضرايبها والحاجات تتم بشكل كله نوع من انواع الشفافيه الكامله في حاجه مهمه جدا هي ان انا عندي اكسس ان انا اعرف بالظبط كام شقه في مصر دلوقتي حالا عن طريق ابلكيشن انا بقول حاجه نفسي فيها بتمناها ان احنا نقدر النهارده نفهم الملكيات كلها بكل جذور الملكيات يعني مش بتشوفوا كده ساعات يقول لك حته الارض دي عليها نزاع ما بين عيلتين حته الارض دي العقود الزرقاء بتاعتها بتاعت زمان اللي موجوده بس في عقود تانية طلعت سنه مش عارف ايه طب حته الارض دي المفروض بناء ولا زراعه لا دي كانت زراعه فاحنا طبعا دلوقتي محتاجين نقول ان هي تدخل في كردون مباني فانتوا فاهمين اللعبه الازمه الازمه ان في 500 قانون ومليانين بالثغرات وكلمه قانون من من محامي صديق ليا يعني حكى لي قال لي كلمه قانون تعني ان كل قانون دي صغرته ليه الحته بتاعته اللي نقدر ندخلها لكن لو في قانون موحد يقدر يجمع كل حاجه في اطار من النظام ان انا النهارده احمد عايز يدور على شقه 300 متر في منطقه مثلا 6 اكتوبر فبعمل كده بشوف كل حاجه بشوف عقود الملكيه بفهم الناس دي مين اللي بيدفع وليه ارض حقيقيه وليه نسبه في الجراج ومين اللي انا هروح هيكرتني ويضحك عليا ويشتغلني هقارن الاسعار هتدبس في واحد يقول لك عليا خدت الشقه دي بمليون جنيه وهي اصلا اقل او العكس او وات هنا النهارده الازمه كبيره لما يكون ما فيش قانون موحد على الكل بمعنى انه عشان نقدر كلنا نصلي بنقف كلنا خط واحد عشان الصلاه تبقى مظبوطه احنا مش بنصلي في خط واحد بالنسبة لملكيات العقارات اصلا فاهمين حاجة مع الهجرة اللي موجودة في الريف فبيقولك النهاردة انه اللعبة كلها ان انت ساعات بيبقى عندك بيت مش قادر تستغله لان واحد رقم واحد القانون قافل عليك ليه لان انت مخالف وفي نفس الوقت دفعت غرامة بس انت مش واخد حقوق الموضوع والنور فيه مشكلة والكهرباء فيه مشكلة النور وكهرباء واحد والمية فيه مشكلة او تفر وبعدين تبتدي تعمل تصالح انتوا فاهمين اللفة الطويلة اللي هي اللي بياخدها بالطريق الملوي كده من بعيد اولموست بيدفع تقريبا نفس الفلوس اللي لو دخل عادي اشترى الارض عادي وكمل هيطلع بيها عادي جدا بس ليه بقى؟ ما انا عايز اقسم الدور اللي انا متفق معاه ده اقسمه شقتين زياده ولو رفعت دورين يا باشا على فكره هتتضاعف القيمه بتاعت الموضوع الطمع وعدم الخضوع للسيستم اللي موجود وان احنا خاضعين تحت اطار ابلكيشن كامل بيشوفنا كلنا والشفافيه اللي هي بتوجع في الاول خالص ولازم هتوجع لان احنا فجاه رصيدك اللي في البنك ايه؟ انت بتعمل ايه؟ شقتك دي فين؟ فيلتك دي ليه؟ جبتها منين؟ كل ده يبدو في الاخر لاي إيه بني ادم إيه نوع من انواع التدخل في كل حاجه بس هو بيورث ايه في الاخر ان انا بشوف الارض بطريقه صح بعرف اقرا التضاريس اللي انا داخل عليها بطريقه صح. وقال النهارده كمان في الكتاب بتاع فرناندو سوتو انه الطاقه الكامنه في الاصول محدش حدش واخد منها، فكره انك عندك اصل بيت بيطل على حاجه، بيت بتاجره، بيت فيه من تحت مزار سياحي تقدر تعمل فيه كافيهات من تحت، الراس المال الحقيقي هو في امتلاك العقار، في امتلاك حاجه معينه او ملكيه معينه لشيء، مش مساله فلوس وده بياكل بياكد عليه طول الوقت كمان. فينا كمان النهارده بيقول ان التحول في الغرب كان خفي، احنا ما فهمناهوش، ما شفناهوش لانه لما راحوا الانجليز يقتحموا هذه الارض الاقتحامي الاقتحام كان ليه لعبتين اوكي في لعبه شماليه ادت الى امريكا ولعبه جنوبيه ادت الى المكسيك اللي هي لازقه فيها تماما وتعد من دول العالم النامي دوله في الكنافه في تاكوس المكسيكي وخلاص لكن احنا مش حاسين بالباور والسيستم اللي موجود في امريكا ليه لان دول راحوا قسموا الارض واشتغلوا وعملوا سيستم وشافوا كل حاجه واللي بيكح كده بيسمع في السيستم عادي جدا واللي بيشتري هنا بفاتوره الكترونيه زي اللي بيحصل دلوقتي على فكره بلدنا بالمناسبه بيشوف بفاتوره الكترونيه فيقوم على طول مسمع على طول هو دفع كام هديكم بقى مثل هيعجبكم جدا او معلومه تعجبكم جدا تعرفوا انه تقريبا تقريبا لعبه الانتاجيات او الفلوس المستخبيه جوه الطبقات اللي لا تخضع للقانون اللي هي مش لازم تبقى طبقات فقيره على فكره هي طبقه لا تخضع للقانون ممكن غني او متوسط او فقير لا يخضع للقانون الفلوس اللي اللي ماسكاها في العالم حوالي معدية 3 تريليون دولار ده ده باحصاء معمول في التسعينات عايز اقول لكم يعني يعني ده قد اقتصاديات دول كامله قارات كامله موجود هيدن تحت الارض ما حدش قادر يسيطر عليه ما فيش ضرائب بتطلع منه بيستفيد بيمص من دم المجتمع ويروح زي الراجل اللي واقف قدام المحل في وسط البلد بالظبط فاهمين حاجه بياخد مكان بياخد نور بيخلي المحل ما يبيعش هو اللي بيبيع يشتغل ويلم حاله ويروح البيت وانت حضرتك بقى بايجارك بعكك مع السلامه. فالازمه الكبيره بتحصل ان احنا ما عندناش اللعبه بتاعه التحول ده ما حسناهوش وعشنا الازمه اللي هم عاشوها من 200 سنه لسه احنا بنحاول نتخلص منها لغايه النهارده. اخضاع الناس للمسائله مش موجود برضو كان بشكل كامل، النهارده فكره النهارده ان يبقى في كواليتي كنترول على ما يحدث. وان انا اتشيك على العقود اللي موجوده واشوف مدى صلاحيتها طيب. ودخول الديجيتال لازم يبقى منطقي النهارده ان انا ابقى عارف ان انا عن طريق ان انا ادخل اتشيك كموظف اقدر افهم بالظبط انت ليجل ولا مش ليجل انت حقيقي ولا مش حقيقي عشان ما حدش يضحك على حد فاخضاع الناس للمساءله والكواليتي كنترول ان انا بكنترول الكواليتي بتاع العقود ده شيء بيقولوا انه مهمه جدا جدا ربط سن... الناس كلها في شبكه واحده هيخلينا كلنا شايفين الصوره الكامله فتقف كانك باصص على الخريطه انا عايز اسكن هنا ليه احنا عندنا حيره كده طب اسكن جنب العاصمه ولا اسكن في اكتوبر ولا انا ايه المستقبل جاي منين ولا انا طب اعمل ايه طب البتاع ده كاردون مباني طب ال... الاصول دي مش صعب تشتروا حاجات تلاقوا ايه طلع على الراجل مخالف وطلع عليه مشاكل و... لو ده في سيستم رسمه وسلمنا معلوماته ما حدش عليه خلص الموضوع ببساطه يعني وكمان حمايه المعاملات ان انا النهارده لما اجي اتفق على رهن معين هرهن حاجه هشتغل على حاجه هاجر حاجه هشتري حاجه المعامله ما بين ده وده مراقبه يعني انا شايف العقد رايح فين وجاي منين عشان لو حصل حاجه هعكشك يا يعني في اللعبه دي مع الوعي السياسي اللي مفقود احنا طبعا اتاخرنا جدا في ده وده بيخلينا النهارده نسبه الفقر العاليه اللي موجوده اللي نظن انها فقر هي بتحمل كميه كبيره جدا من الفلوس لا ندري جايه منين او رايحه فين دي ازمه غير طبيعيه فهمتوا الخرمه عندنا جاي منين ان في فلوس في البلد دي كويسه قوي بس مش موجوده على الساحه بره مش محطوطه على الترابيزه تعالوا نتخيل كده ناس شله قررت تقعد تتقابل عشان تقعد تعمل وليمه فانا جيت معايا الكبده والباشا جه معاه السندوتشات الفينو واحنا والجبن وده جاب المشروبات وقعدنا مع بعض وفي واحد راح جاي لا معاه حاجه ولا معاه اي نيله معاه طبق فاضي وراح داخل واكل معاك خلص القعده هو اصلا مش, مش, مش من مش من ثالثه تالت على فكره وخلص الاكل ودخل غسل ايده وغسل رجليه في الحمام وغسل بفرشه سنانك وراح مروح ايه رأيكوا لو الراجل ده في منه 35 واحد جوه الغرفه اللي فيها سبعه بياكلوا ده اللي حصل لنا بالظبط روحوا خدوا دش وتعالوا لي عشان هنقول كلام يقفل الدنيا خالص تابعونا على يوتيوب دوت كوم انتوا لسه مع أنتو التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في طيب دلوقتي نقاط سريعة كده تلخص هرناندو دي سوتو سر رأس المال أرجو هاتوا الكتاب ده طلع تبع الهيئة العامة على فكرة الكتاب يا جماعة الكتاب فعلا مهم جدا بيقول انه عدم توفر الديمقراطيه معناها انه ان الراس مقر... ديمقراطيه المعرفه ان احنا ما عندناش معلومات كامله انتشار الفساد اللي جاي منين جاي ان النهارده في ناس جايه كتير جدا على مكان واحد بتقدر تاخد منه ريع واجزاء والمكان ده للاسف ما بيقدرش يتحمل ده فبيحصل فساد قوي جدا لان هم بيخترقوا بجميع طرق الاختراق وطبعا بيجدوا جوه ضعف معين يقدر يدخلوا جوه السيستم عبر فلوس معينه، ففي فلوس كتير قوي بتهدر عشان الناس دي ما بتحصل لهمش اندماج جوه السيستم. غياب التطبيق السليم والاحترام للقانون في البلدان، يعني برضه النهارده ده احترام القانون لازم يكون موجود، تفشي البيروقراطيه يعني الاجراءات بطيئه، عدم تسجيل معظم الملكيات بتاعت الاراضي والاعمال، وهو ده المثل يا جماعه في زيارته لمصر سنه 98 زمان جدا على فكره بالنسبه وقال النهارده القطاع الغير رسمي في مصر بتاع العقارات كبير جدا، ولكم ان تتخيلوا الحكومه تحملت ايه لما حصلت مثلا حدث 25 يناير وما بعدها من فوضى قويه جدا في 28 يناير واللي تبعها من سنين عباره عن بناء بس يا جماعه ده في مدن كامله اتبنت واحنا قاعدين كده لمجرد انه ما حدش موجود لأنه في ضرب جامد جوه كل القطاعات عدم اتمام معظم البلدان باستقرار في اسعار الصرف عدم توفر اسواق ماليه ذات كفاءه عاليه عدم توفر نقص الفنيين عدم تبني بلدان العربية لمبادئ التخصص وتقسيم العمل إهمال الأخذ بالفكرة التنافس بشكل ما وضعف القدرات التسويقية وضعف الإنتاجية العامة وقال كمان جودة المنتج كمان مش مظبوطة بمعنى أن المعايير العالمية عشان ما تحطش البتاع ده في علبة اللبن مش موجوده احنا بنعمل علبه لبن عشان المواطن المصري ياخدها والمواطن المصري ده معدته جامده يا باشا فحط له طعميه في اللبن واضربها في الخلاط فتمام هيبلعها وهيكلها وزي الفل وكل حاجه تيجي تصدر ده بره يبص على اول علبه يموت منه سته فيقول لك يا معلم مش هناخد منكوا تاني ولا عايزين عسلكم ولا عايزين بتاع انتوا اصلا بتحطوا سكر في العسل وعندكم مشاكل جامده قوي لان انتوا مش قادرين تظبطوا اللعبه طيب اللي انا قلته ده كله تحليل المرض طيب ايه رايكم ان انا هقول حاجه النهارده وانا عارف انه ناس كتير جدا جدا معارضه لهذه الفكره بس تعرفوا هرناندو دي سوتو في اخر كتابه خالص الريكومنديشن بتاعه عشان البلاد تطلع من الازمه بتاعتها هي ايه هي صنع سيستم كامل في مدينه جديده خالص يعني انا فوجئت النهارده انا نفسي فكرت قلت يا ربي هو احنا دلوقتي نعمل عاصمه ولا نصلح العاصمه اللي موجوده او 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 ايه رايكم ان احنا وصلنا لمرحله انه عشان يبقى السيستم ده صح جدا ويبقى فيه استثمار ويبقى فيه بند قوي جدا للجذب ويبقى في سيستم معمول على فاتوره الكهرباء اللي موجوده والنور اللي موجوده وكل حاجه مظبوطه لازم تعمل كيان جديد خالص. اللي احنا بنعمله في العاصمه الاداريه يا مش غلط على فكره ومش مش غلط ان احنا على فكره نعارض بعض وكل حاجه بس تعالوا نحترم راي بعض في بعض الحاجات. العاصمه ماشيه كويس، العاصمه ماشيه كويس حتى لو اطلع عليها كميه اشعاعات غير طبيعيه، حتى لو فعلا في مشاكل في العاصمه. مش هيحصل مشكله خالص على فكره لو 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 حص حتى حصلت ازمه في طريقه اصلاح ازمه اكبر انا لما استعرضت لكم هذا الكتاب ستدركوا تماما ان الراجل ده شاف مشاكلنا من السنه 98 والراجل ده قال ان ده خط السير اللي وصلنا مش عشان نبقى امريكا بس نبقى دوله مظبوطه ماشيه صح مفيش حاجه بتتسرب منها انت مش ماشي باتوبيس والتكييف بتاعه عمال نقط ميه وراه او ماشي عارفين خلاط الاسمنت اللي عمال يوقع اسمنت ده علينا او العربيات الرمل اللي مش متغطيه اللي بتفقد نص الشحنه لغايه ما توصل احنا بلدنا عامله كده عشان تظبط ده كله انت محتاج تبيع العربيه دي خالص وتجيب عربيه جديده بكونتينر جديد مقفول تماما تقدر تسيطر عليه ومن خلال ده تعمل مثل تقدر تشتغل بيه ولما تسيطر حكوميا على هذا المكان بشكل كويس تعمل عامل جذب قوي جدا تقدر تعمل هذا النموذج جوه كذا نوع من انواع المحافظات عشان تقدر توحد الشكل الموجود ده اللي انا حاسه وده اللي انا قاريه وده اللي لقيته في الكتاب بالمناسبه انا يا جماعه والله اللعبه كلها مبنيه على كتاب سر راس المال هرناندو دي سوتو اقروا هذا الكتاب نفسي اسمع رايكم جدا جدا منشنوا البرنامج التوليفه اعملوا كده هاشتاج للتوليفه او نجوم اف ام واكتبوا رايكم في هذا الكتاب بعد ما تقروه خلونا دايما ناخد الفكره بان احنا لازم نتعلم الحاجه نقراها نحاول نستوعب انه السياسه والاقتصاد دول فنون وعلوم لازم نبقى عندنا نوع من انواع الفهم ليها والا ما كانش بيلاقي كليات فيلا نقرا كتب اكتر انا برشح لكم النهارده كتاب راس المال وتعالوا نشوف الراجل ده بيقول كلام في الكفته الراجل اللي طلع كل الدول دي قبل كده بيقول حاجات في ال... في ال... في اي كلام ولا بيقول حاجه فعلا منطقيه احنا فعلا فعلا ممكن هذه العاصمه تتحول لحاجه كويسه قوي بس انتوا عارفين الازمه فين وده المشكله الاساسيه هو ان احنا نفسنا قصير لان وضعنا صعب ولان احنا في يعني ملتقى طرق حربيه وتجاريه وازمه كبيره جدا طول الوقت فاعرفوا انه فعلا التحرك بتاعنا صعب ومش حاجب لما اقول احنا علينا العين قوي بالزياده والتركيز معانا بالزياده لما تلاقوا كل قطع الشطرنج وقعت حوالينا ما فيش غير احنا واقفين وفي 300 محاوله ان نتشد جوه صراع والذكاء ان احنا ما ندخلش جوه صراع احنا عارفين ان هو فخ كبير جدا جدا ارجوكوا اه اقروا ركزوا ما حدش يشتغل بالايدولوجي اللي متربي عليها على فكره لان اغلب الحاجات اللي اتقالت زمان جميله و50% منها زي الزفت غلط ومليان مشاكل الاباء ما كانوش لا هم سياسيين ولا ملايكه ولا هم ناس خبراء في كل شيء لازم ننقد كل شيء وانا مرحب جدا ان بنتي تقول لي انت غلطان طالما هتقول كلام فعلا منطقي راس المال هرناندو دي, دي سوتو برشحه لكم النهارده اشوفكم الثلاث الجاي سلام كنتم مع التوليفة مع احمد مراد برعايه ايريد على نجوم افام ونجوم افام تي في أم تيفي. نجوم افام على كيفك